طلابي الأعزاء في مقرر مودرن ليتراتشر، أهلا وسهلا بكم في جولة حول إزاي نعمل البحث بتاعنا في مقرر مودرن ليتراتشر. طبعا لو رحنا أكيد كلكم شفتوا القواعد المنظمة لعمل الأبحاث، وشفنا إن طبعا إنه هي موجودة بالعربي والإنجليش. اللي عايز يقراها كده واللي كده ماشي. طبعا كل طالب فينا بيعمل بحث لمقرر عدد صفحاته طبعا من 7 لـ20، يعني ما يقلش عن 7 صفحات وما يزيدش عن 20. بنعمل زي كفر ليتر من فوق خالص كده، كلكم عملتوه قبل كده وعارفين طبعا. شطار انتوا في الحاجات دي، ما فيش مشكلة. بنحط شعار الجامعة واسم المقرر وكود المقرر بتاعنا. كود المقرر بتاعنا طبعا زي ما احنا شايفين MC110. وبعد كده كل واحد بيحط الايه كود بتاعه ويكتب بقى موضوع البحث على حسب الموضوع اللي هيختاره من الموضوعين اللي احنا طرحينهم. بنكتب ازاي؟ بنكتب بفونت 14 اللي هو تايمز نيو رومان، وده موجود ديفولت في كل الفيرجنز بتاعت المايكروسوفت وورد. يعني العناوين هي اللي بنخليها 16 للعنوان، وبعد كده المسافة بين السطور مثلا 1.25 مثلا، يعني مش اكتر من كده ولا اقل من كده، اللي هي بيسموها لاين سبيس. المراجع العلميه طبعا مهم جدا جدا ان احنا نحط مراجع علميه. طب نحط المراجع العلميه ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا اما انا اخدت من الكلام اللي قدامي، يعني انا فاتح كتاب مثلا او مقاله او موقع واخدت منه بالنص، خدت مش بالنص يعني خدت مقاله كامله، لا يعني خدت مثلا 3 4 سطور او فقره مثلا كده بتشرح حاجه معينه وحبيت انا اخدها زي ما هي. في الحاله دي لازم احطها بين كوتيشن مارك، يعني تو كوتيشن مارك، وبعد كده اعمل سيتيشن. خلاص لازم اقول ده، يعني ده كلام مين، صفحه كام. خلاص كده. لكن لو انا قريت مثلا جزئيه في كتاب صفحه صفحه ونص واستفدت منها حاجه معينه او قدرت الخصها بطريقتي باسلوبي، يبقى دلوقتي انا قدام حاجتين، قدام الفكره مش بتاعتي لكن الاسلوب اسلوبي. خلاص. يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي مش هحط بقى الكلام اللي انا هكتبه بين كوتيشن ماركس، لا مش هحط كوتيشن ماركس، لكن هعمل السيتيشن. خلاص. يعني مثلا اقول اكوردنج تو مثلا فلان الفلاني سنه كذا بلا 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 بلا، احط الايه بقى الكلام اللي انا ايه عايز اقوله، لكن ما اعملش كوتيشن مارك. ليه؟ لان ده اسلوبي انا وده كلامي انا، لكن الفكره مش فكرتي، ولذلك احنا حطينا ايه علامه السيتيشن ما حطيناش الكوتيشن مارك. طبعا احيانا في ناس بتعمل زي فوت نوت، يعني تيجي تحت في الصفحه اخر الصفحه وتعمل زي انسيرت فوت نوت وتكتب بقى عادي جدا مفيش اي مشكله خالص، او تعمل التكست يعني داخل الباراجراف تفتح قوسين ونعمل السيتيشن بتاعنا عادي جدا. بس اهم حاجه في اخر البحث لازم نحط الايه بقى، لازم نحط زي ما قلنا المراجع اللي احنا رجعنا لها وخدنا منها دي، حتى وان كانت ويب سايتس برضو بنحطها عادي جدا. طيب المراجع العلميه بقى زي ما احنا قلنا خلاص. بعد كده نوع الملف بقى لازم يكون طبعا بي دي اف، بنرفعه طبعا على الموقع الاي ليرنينج، بنعمل بالطريقه اللي انتوا عملتوا بيها في الاسايمنتات اللي فاتت عادي جدا مفيش اي مشكله. بنختار بقى المقرر، نرفع الاسايمنت السبمشن، من ابلود فايل وكده، الكلام ده كله لحد ما تظهر عندنا. كل واحد فينا يتاكد لو سمحتوا انه يبقى يعني يحرص على انه على اثبات الوقت والتاريخ ارسال البحث، يعني خد منها سكرين شوت وخليها معاك تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل لحاجه، نبقى عارفين ان انت في اليوم ده بعت البحث بتاعك وان انت لحقت الديدلاين يعني وكده. خلاص. ده بالنسبه للايه القواعد المنظمه للكتاب. هتلاقوا اساتذه تانيين بيقول لكم حاجات تانيه، كله كلام صح مفيش اي مشكله، نقدر نستفيد من معلومه حتى لو انا ما قلتهاش وقالها لك استاذ تاني تستفيد منها عادي جدا وتطبقها في بحثنا، مفيش اي مشكله عندنا خالص. طيب لو احنا رحنا بقى دلوقتي للتو توبكس اللي هم مطلوبين مننا، اول حاجه بقى هنا عندنا ان احنا هنعمل يعني هنكتب
ورقة بحثية. طبعا اللي عايز يعملها بالعربي ماشي، واللي عايز يعملها بالانجلش ماشي، ما عنديش اي مشكلة. لكن احنا هنعمل بقى كده ايه، اول حاجة المقالة اللي احنا هنكتبها دي او البحث الاولاني ده هيبقى فيه جزئين. في الجزء الاول هنعمل فيه زي comparison، مقارنة ما بين المودرنزم اند بوست مودرنزم، ودي موضوع المحاضرة الاخيرة اللي احنا اتكلمنا فيها، هنقارن ما بين الحداثة وما بعد الحداثة. طيب من حيث ايه بقى؟ من حيث السمات الفنية، كان في كل واحدة فيهم ليها فيتشرز تميزها عن التانية. نكتب هنا ونكتب هنا الفيجرز او اشهر الاعلام اللي موجودين هنا واللي موجودين هنا، اشهر الليتري وورك او الاعمال الادبية اللي موجودة هنا، الروايات اللي اتعملت هنا واتعملت هنا. طبعا نماذج، مش كل حاجة يعني باستقصاء، لا، لكن ايه نماذج. مثلا يعني لو انا قلت هنا مثلا 3 اعمال ادبية هنا و3 اعمال ادبية هنا، جميل جدا. لو قلت اشهر 3 اعلام هنا او 3 اعلام هنا او 4 هنا او 4 هنا، زي الفل، مفيش اي مشكلة. يبقى بنعمل بقى هنا بقى زي ايه كده، differences between modernism and post modernism in terms of، من حيث المين فيتشرز والريبريزنتيفنس، وكمان تاني عندي الموست امبورتنت ليتري وورك. وبعد كده بقى في الجزء التاني هنعمل زي ايه، هنعمل زي عرض كده او توضيح او اكسبلينيشن ازاي البيرسونال لايف، الحياة الشخصية بالنسبة للكاتب يعني، ممكن يعني could be reflected، تنعكس في الايه بقى، في اعماله الروائية او حاجة. خلاص كده، مهمة جدا جدا دي وجميلة، واتكلمنا فيها احنا بالتوضيح عن تشارلز ديكنز، وشفنا ويليام برضو جولدينج، وازاي حياتهم الشخصية انعكست في الروايات اللي احنا قريناها، اللي هي سواء كانت كوبرفيلد او ذا لورد اوف فلايز. لو رجعنا للمحاضرات هنلاقي فيها الكلام ده هو، ونشتغل عليه ونوضحه، مفيش اي مشكلة، ونمثل يعني ناخد اقتباسات وحاجات زي كده. طيب الحاجة دي احنا ممكن احنا نبحث على جوجل او على الانترنت او اي حاجة، وهنلاقي كلام مكتوب عن حاجة زي كده، جميل جدا، ناخد منه ونوثق منه عادي جدا. وزي ما قلنا رقم واحد، لو انا خدت كلام بنصه يعني literally نقلته حرفيا، يبقى لازم احط كوتيشن مارك واقول والله ده انا اخدته من فلان في citation. لو انا عبرت عنه باسلوبي، يبقى انا اعمل citation، لكن ما اعملش ايه كوتيشن مارك واحط بينها الكلام اللي انا قلته، لان ده كلامي انا، لكن هي الفكره مش فكرتي. طيب هل في مراجع بقى بتساعدنا على الحاجات دي؟ اه، زي ايه مثلا؟ لو احنا رحنا كده مثلا، في هنا اهو مثلا عندي studying literature in English، جميل جدا. لو احنا بحثنا عنه على الانترنت هنلاقيه، واللي ما يلاقوش يقول لي وانا ممكن ايه ابعته لكم تشتغلوا منه، هتلاقوا فيه حاجات جميله جدا. ده الكتاب برضو الاساسي اللي احنا شغالين على معظم الحاجات منه، اللي هو lectures on English literature، محاضرات في الادب الانجليزي، اهو برضو جميل جدا. كمان تاني في كمان تاني هنا بقى ايه، writing about literature، برضو كتاب في منتهى الروعه. وهنا كمان تاني The Routledge History of Literature in English، خلاص دي ده كتاب كبير عاملاه روتليدج، ودي دار نشر كبيرة جدا، عن تاريخ الأدب الإنجليزي أو تاريخ الأدب في يعني تاريخ الأدب الإنجليزي. وهنا بقى كمان تاني English Literature، جميل جدا برضو، Studying English Literature، شوية كتب جميلة جدا. لو احنا حبينا ان نجيبها، بنجيبها منين؟ لو احنا دخلنا على موقع مثلا وليكن ليبجن، طبعا خلوني هنا بس الاول، ده موقع اسمه موقع هنداوي، دي مؤسسة. لو انا كتبت فيها كده مثلا، قلت الادب الانجليزي مثلا خلاص، او الادب الحديث او حاجة زي كده، وعملت عليها سيرش، هيروح مطلع لي بقى ايه، ادي اهو مثلا لقينا الادب الانجليزي مقدمة قصيرة جدا، وهنا الأدب الإنجليزي الحديث بسلامة موسى. لو أنا عملت كليك كده يروح فاتحهولي أهو،
ابحث عليها اهو، بيقول لي هنا بقى ايه التجديد في الادب الانجليزي، جمود العصر الفيكتوري، بعد كده بواعث التجديد، حاجات زي كده. خلاص ماشي، ده ممكن برضو كتاب يفيدني. في موقع كمان تاني جميل اسمه لو انا قلت مثلا اذا في عربي وانجلش، ده موقع اسمه ليب جين، ليب جين. خلاص لو انا سرشت فيه على اي حاجة هنا كده اهو، لو انا سرشت فيه على اي حاجة يعني مثلا قلت انجلش مثلا، انجلش ليتريتشر اهو، انجلش ليتريتشر، اقول له سيرش، يروح يجيب لي حاجات كتيرة قوي. خلاص اي حاجة انا تعجبني اقدر اعمل لها داونلود. منين بقى؟ شايفين هنا في ميرورز على ايدي اليمين كده، هنا في ميرورز 1 2 3 4. لو انا عملت كليك على 1 مثلا هنا اهو، خلينا بس كده نشوف اي حاجه كده، history of English مثلا، Bible literature مثلا اهو، مثلا the history of literature in English. خلاص كده Britain and Ireland. خلاص عجبني الكتاب ده، ماشي اوكي. خلاص اجي هنا على number 1 دي او 2 او اي حاجه، 1 كليك عليها يروح فاتح معايا الكتاب اهو. انا جاست هنا كلمه جيت كليك، هلاقي الكتاب دلوقتي على طول بيتعمل معايا ايه، داونلود. خلاص كده يتفتح معايا الكتاب عادي جدا جدا، ينزل عندي في صيغه بي دي اف، وابدا بقى ايه اقرا منه واوثق منه زي ما انا عايز. خلاص كده ده الموقع ده اسمه زي ما قلت اسمه ايه، ليب جيم، في منتهى الجمال لأي حد سرش فيه على أي حاجة أنت عايزها. بالإضافة إلى إن إحنا لو بحثنا على جوجل هيطلع معايا حاجات كتير، بس أهم حاجة زي ما قلنا إيه، موضوع التوثيق. خلاص ده الموضوع الأول عندنا. الموضوع التاني بقى إن إحنا زي ما اتفقنا وزي ما جربنا قبل كده ونشطر في الموضوع ده الحقيقة، عملته كده بنعمل سوري، بس ده الكتاب كده كان عايز ينزل. الحاجة التانية احنا بنختار احد الاعمال الروائية بقى. خلاص اي عمل روائي، اي عمل روائي انتوا قريتوه رواية من الروايات تكون يعني اجنبية. خلاص وهنعمل لها analytical reading، يعني زي قراءة تحليلية. هنتكلم أول حاجة فيها عن البابليكيشن والفيلم أدابشن. طبعا بابليكيشن يعني نقول الرواية دي مين اللي كتبها وكتبها سنة كام، يعني البيانات البيبليوغرافية بتاعتها بس بشكل كده، يعني في يعني جاست وان باراجراف كده بنكتب فيه الرواية دي كتبها فلان الفلاني سنة كذا، وطبعت طبعات مثلا مختلفة، وحصلت على جائزة نوبل ولا لأ، واتنشرت فين، وتمثلت فيلم ولا لأ، أم بطولته مين، حاجة زي كده عادي جدا يعني. بعد كده بقى the main themes أو الإيه الـ main ideas اللي موجودة في الرواية دي، الفكرة المسج اللي عايزة تقولها لنا الرواية دي أو المسرحية دي أو القصة دي عايزة تقول لنا إيه. يعني مش ملخص الأحداث، لأ ده ملخص الأحداث موجود في العنصر اللي جاي بعديه اللي هو البلوت سمري ده، لكن هنا في المين ثيمز احنا بنتكلم عن الايه بقى، بنتكلم عن الروايه دي عايزه تقول لنا ايه، ايه الفكره اللي فيها، خلاص علاقه ايه بايه، اثر ايه على ايه، الصراع ما بين الخير والشر، اي ايه القيمه اللي موجوده اللي احنا نستفيدها او نتعلمها، الدرس او القيمه اللي احنا ممكن نتعلمها من هنا. طبعا انا ممكن عادي جدا الروايه اللي انا اختارها اقدر اسرش عليها لوحدها على جوجل كده واشوف اي يعني كريتيكال ريدنج، اي قراءه نقديه اتعملت لها، وابدا اخد من الكلام ده واوثق عادي جدا،
واستفيد بقى من الكلام اللي موجود على مثلا على ويكيبيديا او على جوجل او في اي مكان عن البلوت سامري او عن الثيم اللي موجوده في او المين ايديا اللي موجوده في الروايه بتاعتي دي، خلاص كده، واخدها واصيغها باسلوبي واوثق. اهم حاجه يا جماعه موضوع الايه، التوثيق، علشان فكره الاثيكال ايشوز او الامانه العلميه يعني تكون متحققه عندنا. ده معيار مهم جدا من معايير التقييم. بعد كده بقى بنعمل زي بلوت سامري او زي ملخص لاحداث القصه. بنقول مثلا بدات الروايه ازاي، مين راح فين، حصل ايه، الاحداث عادي جدا جدا نعملها في صفحه ونص او صفحتين، مش مشكله. وبعد كده بنتكلم عن الكاركترز اللي هم الشخصيات. والشخصيات زي ما احنا قلنا عندنا نوعين، شخصيات اساسيه وشخصيات هامشيه. الشخصيات الاساسيه دايما تبقى شخصيه البطل واللي معاه، يعني ممكن يكون يعني شخصيتين، شخصيه بطوله وبطوله مساعده، يعني اتنين يتقاسموا البطوله او واحد بس هو البطل. وبعد كده بقى تبقى في شخصيات هامشيه بتساعد في مجريات الاحداث، لكن ما يبقاش لها التاثير القوي زي تاثير الايه، البطل. نكتب بقى الشخصيات تحت بعضها كده ونتكلم عن كل واحد دوره في سطر ونص كده او سطرين، يعني ده دوره بيعمل ايه وهو مين والكلام ده كله. بعد كده بقى عندي البليس والتايم. اي روايه ليها احداث حصلت اكيد في مكان معين وفي زمن معين، ما عدا طبعا الروايات اللي حصلت في الحداثه، يعني اللي ما بعد القرن العشرين، ممكن ما نبقاش واضحه جدا يعني واحد. لكن لو مش موجود ما نقولش، نقول كده يعني لو ما قدرتش اعرف انه الروايه دي اتكتبت يعني بتعالج عصر ايه، انه وقت وفي انه مكان، اتس اوكي اقول المعلومه دي، اقول ان انا ما قدرتش اقف على مكان معين عالجته الروايه او زمن معين عالجته الروايه. لكن لو ليه مكان ولا حاجه لازم اقول ايه الاماكن اللي حصلت فيها الاحداث دي، او ايه الزمان الوقت اللي حصلت فيه الروايه دي، وده دلالته ايه، يعني بنستفيد منه ايه، يعني ممكن يعبر عن ايه او بيدل على ايه. خلاص، يعني لو انا قلت مثلا في الروايه الفلانيه دي اللي احنا بنحللها حصلت والله مثلا اثناء الحرب العالميه او بعد الحرب العالميه مثلا الثانيه او حاجه زي كده، خلاص ده دلالته ايه؟ دلالته على ان العالم كان منقسم معسكرين، وفي بقى حرب ناعمه وفي اختلافات وفي خسائر وفي كذا وفي كذا وفي كذا، الكلام ده كله احنا ممكن ايه نرصده عادي جدا، مفيش اي مشاكل. بعد كده بقى الستايل، الاسلوب اللي اتكتبت بيه الروايه ده عباره عن ايه بقى؟ يعني هل كانت لغه قديمه قوي ولا لغه سلسه وسهله قريبه من الانفورمال، ولا تداخلت فيها الاساليب، الحوار كان فلسفي ولا الحوار كان بسيط ومفهوم مباشر، حاجات زي كده. خلاص، ممكن اخد اي ايشو من دول كده، اي عنصر من العناصر دي وابحث عنها لوحدها بس في الروايه بتاعتي. يعني اقدر اقول مثلا ابحث في كده في اي حاجه، مثلا لو انا هنعمل مثلا روايه، بس نبعد عن الروايات اللي احنا اشتغلناها اللي هي ايه، كبر فيلد وروايه لورد اوف ذا فلايز، نبعد عن دول. ليه؟ لان دول احنا اوريدي اشتغلناهم قبل كده في الموديل، يعني فعشان ما نجيبش حاجه قديمه اوريدي اتعملت ونيجي نعملها نعيد انتاجها تاني، لا نشوف اي حاجه موجوده. والروايات كتيره جدا جدا جدا، وانا في اخر محاضره جبت لكم اكتر من روايه، يعني اللي يشوفها هيلاقي في اخر هيلاقي اكتر من روايه. تعالوا نشوفها كده مع بعض. مثلا هنا كده ادي الكتاب بتاعنا اهو، اهو مثلا وليكن ادي روايه امير الذئاب مثلا، هنا كليك اهو مثلا المسلخ رقم 5 مثلا اللي هو كان عندنا اللي هو طبعا سلوتر هاوس 5 مثلا، ده ممكن نعمله المسلخ رقم 5. وممكن كمان تاني كاتس كريدل ممكن نشتغلها عادي جدا، وممكن انيمال فارم اللي هي مزرعة الحيوانات، جميلة جدا جدا اي حاجة من دول.
وزي كده وانتوا عارفين طبعا حاجات موجوده لو احنا سرشنا ودخلنا هنلاقي حاجات كتير. اللي عايز يشتغل بقى بالعربي على حاجه مترجمه برضو ما عندناش مشكله، اللي عايز يجيب يعني الروايه وتم ترجمتها للغه العربيه وعايز يشتغل عنها بالعربي ويحلل الشغل ده بالعربي برضو انا ما عنديش اي مشكله. برضو هيتكلم عن النشر والمعالجه السينمائيه، يعني مين الكاتب واتنشرت امتى والطبعات، وهل الروايه دي اتعملت فيلم يعني سينمائي او مسلسل ولا ايه. هنشوف كل دي معلومات بتتقال. الرساله والفكره طبعا زي ما قلنا بالظبط هي عايزه تقول لنا ايه، ايه الفكره اللي احنا بنتعلمها منها، ايه الدرس اللي بنستفيده، ملخص الاحداث بقى في صفحتين كده ولا حاجه، وابرز الشخصيات، شخصيه البطل ومين اللي معاه وبيلعب دور ايه كل واحد فيهم، زي ما قلنا الدلاله الفنيه للزمان والمكان بتعالج زمن ايه وايه الاوضاع كانت موجوده او المكان ده كان ايه وايه الموضوع الاوضاع فيه. بعد كده ايه الاسلوب والحوار، خلاص زي ما قلنا بناكد على فكره الابداع، يعني ان احنا هنشتغل الشغل اللي ينسب لينا ما ينسبش لغيرنا، يعني ما ناخدش شغل لحد يكون معمول ونجيب حاجه يعني بري ميد او اوريدي دون قبل كده اتعملت ونجيبها ونحطها على طول. ده لو اكتشف او تم اكتشافه اثناء التحكيم والتقييم، تقييم الابحاث، هيمثل مشكله جدا للطالب. احنا قدامنا وقتنا، العمليه سهله جدا مفيش اي مشاكل. نبدا نبحث حته بحته. اول حاجه نحدد الروايه اللي انا عايزها او القصه اللي احنا ندرسها يعني، وبعد كده بقى هنبدا نقراها سيبريتلي بشكل مستقل، وابدا نبقى ابحث عنها لوحدها، يعني ابحث عنها بشكل خاص كده على جوجل او في كتب عالجتها او ابحاث اتعملت عنها، وابدا اخد من الحاجات دي اقتباسات واصيغ باسلوبي. يعني مثلا ملخص الاحداث ده مش محتاج انت تاخده من حد، احنا ممكن انت تلخصه من نفسك، او لما تقراه في اي على جوجل او في الروايه نفسها تقدر تاخد الملخص بنفسك. لما بتتكلم عن الشخصيات مش محتاج تنقل الكلام ده من حد. لكن امتى انا احتاج انقل بقى؟ لما يكون مثلا لقيت مثلا في كتاب بيعرف يعني ايه الشخصيه، يعني ايه بيعرف لي مثلا هنا ال مثلا بيتكلم عن شخصيه معينه في سطرين ونص كده او باراجراف خدته زي ما هو مثلا كده، الستايل مثلا، لو انا ما عرفتش انا احكم على الستايل لكن لقيت حد بيتكلم على الستايل في الروايه دي فاخدته او خدت جزئيه منه او عبرت عنه لكن اكدت كلامي بكلامه، في الحالات دي لازم اعمل ايه؟ سيتيشن. لو حد بيتكلم فيها عن الزمان او عن المكان في الحالات دي لازم انا ايه؟ اقول ده مين وانا جايب شغل منه يعني. خلاص؟ دي معظم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. اي حد عنده اي سؤال نسال بعض عادي جدا على الجروب ونجاوب لبعض مفيش اي مشكله. لسه قدامنا الوقت، العمليه سهله جدا. ثقتي فيكم كبيره لان انتوا عملتوا شغل بصراحه في الاسايمنت الاول والثاني رائع جدا، وده دليل على ان احنا او مؤشر ان انتوا هتعملوا ده بالشكل برضو اللائق وزياده يعني. اي سؤال نبعته على بعض مع بعض على نناقشه على الواتساب جروب، وكل واحد يختار بقى روايه يتفنن فيها بقى، يعني قبل ما تحدد الروايه ابحث عنها الاول، شوف هنا وشوف هنا وشوف هنا وشوف هنا. كل الروايات يا جماعه ما كانت مختلفه، يعني كل ما تكون روايتك متميزه عن غيرك كل ما كان ده يدل على ان انت اشتغلت بشكل فردي ما خدتش شغل حد ولا حاجه. لو اثناء التحكيم اكتشف موضوع النقل ده او التصوير او الكوبي اند بيست، طبعا دي هتبقى مشكله كبيره، لكن انا ثقتي فيكم كبيره وانا عارف ان انتوا هتعملوا حاجه زي الفل، وبالتوفيق وكل سنه وانتم طيبين.